اهلا، مساء الخير. معك شكري سعد من البحيرة. اهلا بيك يا استاذ شكري. حضرتك بس انا ليا كام سؤال بسرعة كده. انا عايز اعرف مين سبب رفع الاسعار في مصر بالنسبة للاعيبة، مين اللي بيزايد على النادي الاهلي ويروح يعرض فلوس كتيرة اكتر، وبعدين لو الاهلي دفع فلوس اكتر هو يقول ان ده اهدار للمال العام. السبب مرتضى منصور. نعم، السبب مرتضى منصور بالظبط كده. شئت مين سبب التعصب في الملاعب؟ لا، كل السلوكيات الغلط بتعمل تعصب. لا، مفيش سبب حد لوحده. احنا ناس متابعين، انا عندي الاول 55 سنه. التعصب في الملاعب انا شفت الوضع بنفسي وفسرته. سبب التعصب في الملاعب يا اما اجهزه فنيه يا اما رؤساء انديه. شوف نسبة الاعتراض حضرتك بيبقى شكلها ايه. ده شيء. الشيء الثاني ده بيؤدي الى شغب الجماهير. انا